السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. رجعنا تاني يا أحبابنا الكرام في مقطع وفيديو جديد، بنتكلم النهاردة عن رؤية الذباب في المنام. رؤية الذباب في المنام، كنا بنتكلم في اللقاء السابق عن رؤية النحل. الذباب عكس النحل خالص، الذباب ده نفس الحجم بتاع النحلة بس لربما كان أصغر قليلا، والاثنين يعتبروا من الحشرات، ولكن النحل بيستمد وحيه من الله، وأوحى ربك إلى النحل. ولكن الذباب ده نظام الهوى، أما النحل فده نظام الهدى، ده نظام الهوى، لذلك هو مستقذر وغير مرغوب فيه، يعني من ما يروح لأي حد يهشه. والذباب يعني بيتبع الهوى، أناس بيتبعوا الهوى، لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر ولا خير فيهم، بل إن الأخلاق معدية والذباب ينقل العدوى، الذباب ينقل العدوى. لذلك لربما دلت رؤية الذباب على المرض، لربما دلت رؤية الذباب على المرض. كذلك في الذباب قوم سفهاء، قوم سفهاء زي ما قلنا إن هم غير مرغوب فيهم، يعني إن كان النحل مهاب مهاب ومحبوب، فالذباب مستقذر ومنين ما راح لحد فيطرده عن نفسه. لذلك لربما دلت رؤية الذباب للأغنياء على التطفل من أناس سفهاء يطلبون منهم المال، لربما دلت على أناس سفهاء يتطفلون عليهم ويطلبون منهم المال. ولذلك كمان قالوا من رأى أن الذباب يحوم حول رأسه فده في وساوس، والوساوس دي أساس صحبة السوء، وهم اللي سببوا له الوساوس دي في رأسه. يعني العزباء لو رأت في المنام إن في ذباب بيحوم حول رأسها فدي وساوس من صحابها، يعني لو واحدة مثلا مخطوبة ورأت هذه الرؤية فيبقى صحابها بيعيبوا لها على خطيبها، بيوسوسوا لها فيه، فلا تلتفت لهم. كمان يا احبابنا الكرام قالوا من رأى ان الذباب دخل في عينيه او انه دخل في انفه فلربما حصل على مال من رجل دنيء سفيه، رجل يعني لا وزن له، رجل سفيه، فقد يحصل منه على اموال ان رأى في الرؤيا أنه يدخل الذباب في أنفه أو يدخل في عينيه. ومن رأى أن الذباب يدخل في أذنيه لربما دل على سماع الأخبار الكاذبة واستمع إلى الغيبة والنميمة والكلام السوء والعياذ بالله. وقالوا من رأى في المنام أنه يأكل ذبابا فلربما دلت على أكل الحرام والعياذ بالله. وكذلك الأمر يا أحبابنا الكرام، ومن رأى في المنام أنه وقعت ذبابة في طعامه فغمسها كلها ثم انتشلها فلربما دل على اتباعه للسنة. ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سقطت ذبابة في إناء أحدكم فليغمسها، فإن في أحد جناحيها داء وفي الآخر دواء. ولربما دلت الذبابة على إقامة الحجة على أهل الباطل، قال تعالى إن الذين كفروا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. فلربما دلت هذه الرؤية على إقامة الحجة على أهل الباطل. كذلك الأمر قد تكون رؤية الذباب تدل للملوك والأمراء وأصحاب الجاه على الذل لهم، أنهم يتعرضون لمذلة من الله سبحانه تبارك وتعالى. جاء أحد الخلفاء لأحد العلماء وسأله لما خلق الله الذباب، قال ليذل به هامة المتكبرين أمثالك.
فلربما دلت رؤية الذباب على ذلك، ومن رأى أن الذباب يأكل من جسده بيأكل في جسمه، فلربما دل على الحسد، لربما دل على أنه يحسد من قوم سفهاء. هذا ما كان عندنا من علم من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا له لايك، نشير الخير ده مع الناس حتى تعم الفائدة. كمان اللي بيشوفني لأول مرة يا ريت يعمل اشتراك في القناة، يفعل خاصية الجرس، يختار منا الكل حتى يأتي إشعار بكل ما هو جديد. إلى لقاء آخر ومقطع آخر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.